بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس وعشرون توابع توابع فكرة stamps stm استعمل ps استعمل الوحدة التاسع ناينث يونت الحوار الديالوج نور ما هذه what is this يوسف هذه what ذهب are these what are these ما هذه what are these يوسف هذه توابع سورية these are stems of Syria Okay, these are stitches in stems, okay. نور وما هذه and what are these يوسف these are هذه توابع سودانية these are stems of Sudan Sudan. Sudan is stamp. نور أريد هذا الطابع I want this استم Step. يوسف هاتي تفاحة وموزة bring apple and banana Banana. نور تفاحة وموزة apple and banana لا شكرا no thanks هذا كثير These are too much. This is too much. It's too much. This is a lot. A lot. أعيد repeat. هذا عبد الله. This is Abdullah. هذه سميرة. This is Samira. هذا تلميذ جديد. This is a new student. هذه تلميذة جديدة. This is a new female student. أريد هذا الطابع. I want this stamp. أريد هذه التفاحة. I want this apple. أريد هذه الطوابع. I want this stamp. This stamp. These These steps. stamps, these stamps. أريد هذا الجرس. So, I want this bill. Bell, okay. هذا التابع التونسي. Bring This is Tunisia stamp. Donation stamp. Tunisia stamp. هذه التفاحة اللبنانية. لبنانية. لبنانية. bring this. No, this. Bring this Bring this. Lebanese apple. Bring this. Lebanese apples. هاتي هذه التوابل السعودية. سعودية. Bring these stamps of Saudia. Bring these Saudi stamps, Saudi stamps. not not. Bring these. So these steps.
هاتي هذه الموزة الصومالية. Bring this Somali banana. This Somali banana. Somali banana. This Somali banana. Bring this Somali banana. التدريب الثاني استبدل كما في المثالين. Replace like in two examples. هذه هذا هذا تابع سوريشن. This stamp is Suri. Yeah, This is a Syrian stamp. this is a Syrian stamp. This is a Syrian stem. Father, Fabio, Sue. This is Syrian stem. مثال الأول مدرس غاني. تلميذ هذا تابع غاني. المثال الثاني مدرس تلميذ هذا مدرس غاني. This teacher, this is Ghani's teacher. مدرس سودان. هذا تابع سوداني. هذا مدرس سوداني. هذا مدرس سوداني. تلميذ هذا تلميذ سوداني سوري. هذا مدرس سوري. نو هذا تلميذ سوري. هذا تلميذ سوري. سوري مدرس تابع. هذا تابع سوري. اوكي الدرس الدرس ستة السادس سادس والعشرون. عشرون. الدرس السادس والعشرون. تدريبات exercises. الواحدة التاسعة unit 9. حول كما في المثال. ninth unit. ninth unit. حول كما في المثالين. change like in Convert. convert like in توزع. مثال الأول أحمد مدرس. هذا مدرس. مثال الثاني زينب تلميذة. هذه تلميذة. محمد أستاذ. هذا مدرس. هذا أستاذ. هذا أستاذ. خديجة مدرسة. هذه مدرسة. عبد الله تونسي. عبد الله تونسي. هذا تونسي. صحيح. فاطمة أستاذة. فاطمة is a teacher. فاطمة أستاذة. هذه أستاذة. يوسف تلميذ. هذا تلميذ. سميرة نيجيريا. سميرة نيجيريا. هذه نيجيريا.
هذه أسئلة وأجوبة كما في المثال bring questions and answers like in example. طابع سوداني، هل هذا طابع سوداني؟ Is this Sudanese stamp؟ نعم هذا طابع سوداني. Yes, this is Sudanese stamp. طابع فرنسي، هل هذا طابع فرنسي؟ نعم هذا طابع فرنسي. تفاحة لبنانية، هل هذا تفاحة لبنانية؟ هل هذه هل هذه تفاحة لبنانية؟ مدرس نعم هذه تفاحة لبنانية. مدرس سعودي، هل هذه مدرس أو سوري هذا هذا هل هذا مدرس سعودي؟ نعم هذا مدرس سعودي. تلميذة إندونيسية، هل هذه تلميذة إندونيسية؟ نعم هذه تلميذة إندونيسية. أستاذ باكستاني، هل هذا أستاذ باكستاني؟ نعم هذا أستاذ باكستاني. مدرسة سوريا، هل هذه مدرسة سوريا؟ سوريا نعم هذه مدرسة سوريا. أعد repeat 7 8 9 7 8 9. اقرأ 8 5 6 4 9 3. اقرأ هذه تفاحة تلميذ باكستان أستاذ. اكتب الحروف الناقص، اكتب الحرف الناقص، اكتب الحرف الناقص، write missing letter. تفاحة أستاذ باقي تا تا الدرس 27. تدريبات exercises الوحدة التاسعة 19. تكلم أجل التدريب التاسع تاسية الوحدة التاسعة 19. تكلم speak. أجري التدريب الآتي كما في المثال start this following exercise كما like في المثال into example. المثال الأول مدرس طوابير سوداني stamp of Sudan. طالب الأول، هل هذه طوابع سودانية مصرية؟ لا هذه طوابع مصرية. المثال الثاني تفاحة لبنانية. تلميذ الأول، هل هذه تفاحة
لبنانية أمريكية. لا هذه تفاحة أمريكية. مدرس فلسطيني. هل هذه مدرسة فلسطينية؟ لا هذه مدرسة ماليزية. تلميذة نيجيريا. هل هذه تلميذة نيجيريا؟ تلميذة نيجيريا. لا هذه تلميذة غانية. اقرأ ريد هذه هذا هذه أهلا هل الله مهندس. اكتب الحرف الناقص. رايت هذا هذه مهندس أعد. سوريا سودان يوسف نور محمود. أعد ريبيت. صوت در. صوت صد. عود قد. جود جد. بور بر. اكتب الحرف الناقص. سوريا نور. أضع علامة صحيحا أمام الكلمة التي فيها الهم. put sign of tick in front of the word التي which in it later تار تصاحب تلميذة أستاذ تسعة هاتي الله مهندس هاتي هذه هل تدريبات الكتابة التدريب الرابع اكتب رقم الكلمة المناسبة في الفراغ. Right. أعمل كلمة المناسبة رقم الكلمة مل مل حتى اكتب رقم الكلمة المناسبة في الفراغ. Right. number of the word suitable verb yes. fill frog in the blanks. Right, okay. هاتي تفاحة number موزة three last هذه هذه تبابع أمريكية. These are American systems. التدريب الخامس سل بين السؤال والجواب المناسب. الأسئلة الأجوبة. ما هذا؟ What is this؟ نعم هذا بوني. استغفر هل هذا تابع نيجيريا؟ نعم هذا تابع نيجيريا. هل هذه توابع ثانية؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا تابع نيجيريا؟ ما هذه؟ هذه توابع نيجيريا. هل هذه توابع نيجيريا؟ نعم هذا توابع نيجيريا. هل هذه توابع غانية؟ لا هذه توابع نيجيريا.
الأدرس الدرس الثامن والعشرون 28 لسن شد الحبل شد الحبل tug of war. In English we call it tug of war. In Urdu we say rasakashi. Satoshi and English Tug of war. T-U-G, tug. Yes. الوحدة الوحدة العاشرة الهبار دبالو صديق وكمال صديق كمال باكستاني أو إندونيسي Pakistanis or Indonesian. Hassan, أنا باكستاني. I am Pakistani. Kamal, تعال هنا يا حسان. Come here, O Hassan. Siddiq, O Kamal, Pakistani or Indonesia. Zakaria, أنا Indonesia. I am Indonesian. كمال اذهب هناك يا زكريا اذهب هو دير وزكريا هو دير وزكريا صديق وكمال شد شد بول بول انتو كنتو هيا هيا من ستم No, this is just a sound that they make while playing the game or making applying force. जोर लगाते हुए आवाज निकलती है ना मुंह से, ये वो बस साउंड है. ओके Yes. استبدل كما في مثالين replace like in to them تعال يا أحمد كم أو أحمد تعال يا أحمد كم أو أحمد مثال الأول مدرس كمال تلميذ تعال يا كمال كم أو مثال ثاني اذهب هو اذهب يا كمال هو او كمال حسان حسان تعال يا حسان تعال يا حسان تعال يا أحمد اذهب يا أحمد Nitala and Muhammad. تعال يا We أحمد make sentence according to the previous one. Okay. تعال يا أحمد التدريب الثاني استخدم أو كما في مثالين استخدم Use. use أو كما في المثال لكن examples Variables. المثال الأول موزة وتفاحة طالب الأرض التلميذ الأول موزة أو تفاحة تلميذ الثاني تفاحة مثال الثاني أحمد أو إسماعيل طالب الثاني إسماعيل تلميذ
أو أستاذه. تلميذه أو أستاذه. طالب التلميذ الأفضل. تلميذ الثاني بالانسان. التلميذ الثاني أستاذ. باسم أو حسان. باسم أو حسان. حسان. هنا هناك هنا هناك هناك أو هنا أو هناك هنا. نرجس نرجس أو فاطمة. فاطمة. مصري أو لبناني. مصري. أستاذ أو تلميذة. التلميذة. نيجيريا أو غاني. غاني. هو أنت. أنت. الدرس قاسم وإشرف. تدريبات الوحدة العاشرة. هل تمام في المثالين؟ المثال الأول هذا مدرس هذه مدرسة. المثال الثاني هل أنت سعودية؟ هل أنت سعودية؟ وهل أنت سعودي؟ هل أنت سعودية؟ نعم أنا سعودية. نعم أنا سعودية. تلميذ أو مدرس؟ تلميذ أو مدرس؟ بيغني ولا جي تلميذ أو مدرس؟ اسكا أنسر you بيشي need بات. to make it feminine. You اوكي need to make it feminine. تلميذة أو مدرسة. مدرس. تلميذة أو مدرس. هل هذا أستاذ؟ هل هذه أستاذة؟ نعم هذا أستاذ. نعم هذه أستاذة. أنا ماليزية. ماليزية. أنا ماليزية. هل أنت نيجيرية؟ هل أنت نيجيرية؟ لا أنا غانية. لا أنا غانية. هذه أسئلة وأجوبة كما في المثالين. المثال الأول باكستان إندونيسيا. هل أنت باكستاني؟ لا أنا إندونيسي. هل أنت مصري؟ لا أنا لبناني. هل أنت سومالي؟ لا أنا سوداني. هل أنت ماليزيا؟ ماليزيا. نعم لا هل أنت ماليزي إن ناشناليتي وي يوز يا and ماليزيا. remove ألف لام سومالي سوداني ماليزي هل أنت ماليزي؟ هل أنت ماليزي؟ لا أنا تايلاندي. سوري. هل أنت سوري؟ لا أنا تونسي. هل أنت كويتي؟ لا أنا سعودي. مثال الثاني باكستان إندونيسيا. هل أنت باكستانية؟ لا الأمثلة السابقة في التفسير همزة. Examples سابقة. سوري الأمثلة السابقة في القسم همزة. previous examples in the first section the example which I used in the last exercise he's asking you to use those words here for feminine like Mr. Lubnan, Suman, Sudan, Malaysia, Thailand, Syria these one he's asking you to use
مصرية لبنانية، هل أنت مصرية؟ لا أنا لبنانية. هل أنت صومالية؟ لا أنا سودانية. هل أنت ماليزية؟ لا أنا تايلاندية. هل أنت سورية؟ لا أنا تونسية. هل أنت كويتية؟ لا أنا سعودية. أعد ريبيت 10، 11، 12. اقرأ الأعداد. Read the numbers. Read the numbers. سابعة، عشرة، ثلاثة، أحد عشر، سبعة، سبعة، 11، أحد عشر، أربعة، اثنا عشر. أوكي.